السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج هديتك من توني. اليوم احنا بداخل متنزه الزوراء. برنامجنا يحتوي على الكوميديا والشقة والضحك والمفاجآت، وعدنا جوائز مالية وعدنا هدايا كثيرة. طبعا احنا برنامجنا برسالة اجتماعية، رسالتنا بالبرنامج هي توعية العالم. خليكم ويانا مشاهدين الكرام، فاصل وراجعين وياكم. بعد ما دورنا هواية لقينا هاي العائلة قاعدة هنا، خلونا ندس طيبة عليهم حتى نشوف ردة فعلهم من يعيشون تجربة الابتزاز الالكتروني. مرحبا، هاي شنو جايب بنتك وياك؟ من انت؟ انا اخبارك؟ ها تعال شكو، شنو لزمتي ايده؟ من انتي؟ حبيبتوني. يا حبيبتي اخو ماما. بنتك؟ يا حبيبتي مو بنتي. لا خطيبتي. شنو؟ شنو؟ لا والله فيها تمك. شنو انت مصرية؟ لا والله مو مصرية، عراقية. طقم اشوف الشغل اشتري. ها؟ هي خطيبتي. يا هي. من انتي؟ ما اعرف. تعال قلي منين تعرفها؟ شنو؟ حبيبتي بس اخري ايدك منه. ايش بيك؟ ما اعرف حبيبتي. حبيبتي لا تجلطي، ايش بيك؟ عوفي رجال. وشنو هي بحبك؟ حياتي حبيبي. حياتك زين، هو خطيبي. ايش دخل؟ دخلك شنو خطيبك؟ خطيبي قاعد. انا شنو؟ لا والله قاعد. انا شنو؟ ها حبيبتي، هاي شنو خاطب قلتني انه ما ندري؟ ها؟ وشنو هي ما تعرفش هي بكيفها؟ بس صبري حبيبتي. ليموت بيدك. دقيقة. قعدي. ايش لا تحكي ولا كلمة. ها خطيبتك؟ خطيبتي. ها؟ صدق تحكي انت؟ انت تضحك على العالم؟ على بنات العالم؟ شنو ذنبها هاي الطفلة؟ شنو ذنبها تضحك عليها؟ والله اوكي انا عمري كبير. عيب عليك كبير. صح؟ اوكي خلي اراويش خيانته. اوكي قعدي سمعي. قعدي سمعي. ليش تضحك عليها؟ انا توقعتها بنتك. انا هاي خطيبتي، هاي ما اعرفك. انت ضحك علينا الاثنين. ليش؟ مخاطيه؟ ولا ما اعرف. تيام مواليد؟ مواليد 2000. شوف مواليد 2000. هاي 2000. شو بعد انا ما اعرف. بس صبري لا تلزمي رجاء لا تلزمي. عيب عليك. طيب هي من عائله محترمه. أنا حبيبتي. طلع الموبايل بس عفو. لا عادي خلاص. أنا أخاف عليها. دقيقة أنا أخاف عليها. عفو أنا أخاف عليها. هو عنده سكر. عفو ما أريد ينفعل. طبعا لعشان غير دحتيش الحقيقة. أنا غير دحتيش الحقيقة. أنا لا ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، ردة فعل العائلة أبداً غير متوقعة. طيب مجال أختي العزيزة. طيب مجال. السلام عليكم حبيبي. مقلب، هذا مقلب. طولي مجال شباب، طولي مجال. تعال قلنا طولي مجال. مساء الخير أختي العزيزة. كنت ويانا بمقلب. ما توقعت يعني. مساء الخير حبيبي. شنو هي؟ انت شنو زوجتك؟ خطيبتك؟ خطيبتك؟ اذا اخذت انا ما اعرف خطيبتك. والله انا ما اعرف كل التصوير. خطيبتك؟ انا خفت على راي موت الرجال وانا ابتلي. عفوا حبيبي. طيب استريحي. طيبه اعطيني بوسه حبيبي. انا اسف اختي. لا شفتوا انا بمقلب برنامج اسمه هديتك من توني. سمعونا صفقه لهم. اهلا بكم. منيت هلا بكم البرنامج. رائد. رائد نعم. شنو اسمك؟ زينب. زينب شنو يعني؟ مخطوبين؟ هاي منو؟ اي هاي منو؟ على حب؟ لا يعني هي خطوبة يعني صارت. تعاي هاي هي. اعطيني مجال. طيب بلا زحمة. مخطوبين صار ايش قد؟ ثلاث اشهر. علاقة حب؟
يعني ايش تقول يعني يعني بعد هالسن يعني حبول يعني انت هي شنو الاولى الثانيه لا الاولى الاولى متزوج قبل لا ما متزوج انا متزوج ابد متوفي يعني متزوج ومتوفي شنو عملك لا منتسب منتسب نعم. وين بالموت ها؟ بالموت جيش داخلي عجيش عجيش؟ نعم عجيش تحبينه وتغارين عليه؟ اي طبعا زين انا شفتش ضربت طيبه وتعاركتي وياها زين وين تعارفتوا؟ وين واحد شاف الثاني؟ لا يعني اهلنا قرايب ها قرايب اي فعل هالشيء انا عارفه من زمان يا مواليد انت؟ مواليد 2001 2001 يا مواليد؟ مواليد 70 هي اكبر من يمك هو اكبر من يمك ها؟ لا تعرفه لا هي اكبر من يمك شلون هي اكبر من يمك؟ انا اقول لك انت روحك شبابيه صغيره هي روحها كبيره لا عادي اعطيكم حلوين تسلم الله يديم ما اعرف شو اقول انا والله ما اعرف شو اقول انا هسه شو اقول؟ يلا خلينا نقوم تعال بس تعال انا اول مره اشوف هيك حاله تحبها؟ طبعا احبها زين انا عندي طلب يمكم سووا لي اياه اريد هيك مشهد حب بيناتكم غازلي قدام الناس ما عندي خاطري لا ما اقدر غازلي الخاطري قولي له اي كلمه الخاطر شمري له بوسه اي كلمه بوسه غازلها حبيبي انا احبك انا ما احبك اذا خلوني اخذ فاصل واكمل ويا الشباب الحلوين ما اعرف شو اقول رعد وزينب وقعوا بالمقلب الأول وشفنا ردة فعل زينب شلون كانت قوية لكن ما يعرفون تونج ضام لهم بالهدايا خلونا نشوف إيش راح يصير وياهم من جديد مع زينب ورعد وشفنا كمية الحب زينب ايش قد تحب رعد وتعاركت ويا طيبة وضربت طيبة على مود رعد انا هنيهم على هذا الحب هذا حب كبير شكرا مبغى اسوي لكم انا فيلم على ها قصة الحب الحمد لله بس تضحكين رعد الغالي ايش قد تحبك تعاركت على مودك ويا طيبة وقلبت الدنيا على مودك شنو هذا الحب الحب يعني غير محبه يعني محبه حب اعمى مو صحيح الله يحفظكم ان شاء الله اكو جوائز مقدمه هاي الجوائز كل شيء موجود بيها اكو ذهب بيها واكو سيارات واكو قيعان موجود بيها عقد مال قاع بس اسالكم سؤال تقدموا هنا بلا زحمه تجاوبون على السؤال تربحون الجائزه ما تجاوبون على السؤال شو اسوي لكم اني اوكي شنو خرجه شنو لا ربط بيت شو بخلص دراسه نعم عادي ما قلت له عسكر مو بالجيش تحياتنا للجيش العراقي الابطال اوكي السؤال اسالهم سؤال عن الرياضه يلا على الرياضه اللاعب العالمي ميسي انت برشلونه ولا ريالية لا برشلونه حلو برشلونيه اجى السؤال مالتي بمحله ريالي لو برشلوني برشلوني اوكي تخاف انت؟ خاف ريالي وصيت برشلونة تخافون يمها؟ مو كان ريالي؟ ها؟ جماعة ريال مدريد هاشتاج كان ريالي؟ كان ريالي اول يخافون يمها صار برشلوني اوكي ما يتغير طبعا لازم يصير كان ريالي هو اي صحيح اوكي نرجع للسؤال اللاعب العالمي ميسي من كان يروح للمدرسة شنو نوع السيارة اللي كان يروح بيها؟ أوباما بعد بسكل غير سيارة جار
بعد يعني شكله دراجة بطحة يروح بدراجة من كان صغير ميسي يروح للمدرسة بدراجة ما ترهم صغير وش قد عمره تعرفين؟ ما أعرف ما تعرف؟ قد عمر ميسي من عمره يوم رضع تم لحد ما كبر المدرسة هو طبعا طفل يروح للروض تعرف بس بساعة بيا سيارة كان يروح بس تعال هنا لا وجهك على الكاميرا بيا سيارة كان يروح بيها شو نوع السيارة يعني شو نوع السيارة مارسيدس مثلا بي ام ما كذي لا زين خابر واحد تصلب شخص شيء ما عندكم لا اوكي خليني انا لازم افوزهم لان انا كلش احبهم لانهم حلوين حلوين وهذه قصه الحب والجميله واليوم ضربه وطيبه صديقتنا من الغيره تغار علي اوكي الخيار الثاني عندي جوائز من رقم 1 الرقم 10 هذه الجوائز كل جائزه موجود بيها اكو جائزه بيها سويتش مال سياره اكو جائزه بيها 10000 دولار اكو جائزه بيها تليفونات ايفونات اكو ثلاجه اكو مجمده الحاله الماديه شلون لا زينة شو الحال المادية؟ يصرف عليك يشتري له لا؟ طبعا ايش حد ما يصرف يما النسوان ايش حد ما يصرف صاركم ايش قد مخطوبين؟ 3 أشهر السؤال الأول بس أريد هيك وجهك على الكاميرا بلا زحمة على الإضاءة السؤال الأول ما جاوبته عليه أعطيكم خيار ثاني الخيار الثاني شايين فلوس؟ أي أكيد أوكي. أكيد تدفعين 100,000 وتستلمين أي رقم من هاي الجوائز؟ 100,000؟ 100,000؟ ايش شايله 100؟ خليها 50 اوكي، لان يعني بيها انه ظاهر ما شايله هواي. لا شايله ورق. شايله ورق؟ لا مو لهالدرجة. دفعه 50,000 واستلمي اي رقم من هاي الجوائز. اوكي الفلوس يمن؟ بعد اعطيني 50. يلا. 50. ادفع رعد. يلا. تفضل يمي ساق العجلة. يلا. رعود بخشيش. فد 2000. هاي. لا بعد 5. باع الحس تحاسبه. طبعا. كل شيء ما شايل انت الفلوس لا مو انا صرفت هسه قطيتها يعني أوكي. هاي 50 هاي 2000 حلوه هاي مال قطيتها شو قطيتي؟ طبعا قطيتها ايش تليفون؟ هذا هو تليفون هذا تليفون اه بالله؟ غير تاخذ لها ايفون بروشي شنو يعني ها؟ يلا ما يخالف نعم الله نحب نتشاقم نتلاطف وياكم نهنيكم واكيد هسه ناخذ ارقامكم اذا تعزمونا بعرسكم احنا نجي تجين طيبه بعرسهم لو لا؟ طبعا طبعا اوكي؟ اوكي يا رقم رقم 3 رقم 3 نزل لي جائزة رقم 3 ليش؟ لأن شو شفتها يعني كبيرة وهاي فاختارتها أنت ما تحكي الموضوع يمها الموضوع يمها يلا يلا فتحوا الجائزة يلا أنا أفتح الزر هو ما يفتح يلا لا خلي ساعدك بالجائزة لا 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 شو تتوقعين شنو هاي؟ أتوقع تلفزيون طيب ايش تتوقعين؟ جزء ذهب ذهب تحبين الذهب نفس طيبه؟ اموت على الذهب، هي كل بنات تحب الذهب. ما ياخذ ذهب هو ما يشتري ذهب؟ ايش حده؟ لا ما يشتري الذهب ما اشتري. على الرجال لا. تقول ما يقدر يفتحها انا افتحها. يلا يلا خلي الساعده. هذا تلفزيون يمكن. شباب جيبوا لنا ذاك السكينه كتر بلا زحمه. دقيقه. يلا. يلا فرحانه. طبعا. اتوقع تلفزيون مبين. اي. يلا. العفو يلا هاي يلا سمعونا الصفقة الزينب والرعد هش يلا ايش تتوقعين شنو هاي طيبة؟ انا اتوقع ذهب ذهب ايش تتوقعين؟ بس انا توقعتها في الزمن تتوقع شنو هاي؟ ذهب نفس توقعي تؤمنين بحظه؟ لا تؤمن بحظه تقول لا بعد حركة بعد حركة تؤمنين بحظه؟ لا امن بحظي هنا هنا ايدي هنا تؤمنين بحظ زوجك؟ لا مستحيل ايدي ايدي لا مستحيل امن بحظي ما امن بيه طبعا كارثه ماكو هيك شيء يلا عصبيه شنو هالاعصاب هاي؟ طبعا الف الف مبروك الزينب ورعد هاي شنو؟ الف مبروك بس اعطيني مجال اختي العزيزه اعطيني مجال لا انا بس اعطيني مجال بس اعطيني مجال ما امن بحظه بس يعني هذا خيار خياركم انتم لا لا يعني اختي العزيزه هذا خياركم انتم انا اختاريت رقم 3 يا رقم هذا انا اختاريت هذا الرقم رقم 3 منو اللي اختاره انا اختاريته بس مو
انا ما لي شغل، سالت السؤال الاول ما جاوبتي عليه، الخيار الثاني قلتي لي انا اريد اسحب جوائز، سحبت رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هذا مو اني، انتم مختارين. حتى لا بس مو هيك تدلعين، جيب الفلوس. بس راحت وانا بالسيارة. ما علي انا اعطيتك اياها لك، جيب الفلوس. لا تتجاوزين طيب اتفاهمي اياها. اعطيني الفلوس، هي مو تتفاهم وياها، اعطيني الفلوس. رجاء الا تتجاوزين. حبيبتي هذا ثاني ما تعرفين انت بابا. خويا باوي. شو تسوي؟ خويا باوي. شو تسوي؟ خويا باوي. لا جيب الفلوس. خلاص خلاص ما تتدخل، هو ما يتدخل اصلا. زلمة؟ اي. اه والله سلمت انا اكثر من الرجال لك انا تسويها فاهم وياها طيب الرجال لا فاهم وياك هي ما تدخلها واني اني انا سالتك اني انطيني الفلوس انا سالتك السؤال ما جاوبتي على الخيار الثاني المن اي انطيني الفلوس هسه انا رايده الفلوس انطيني الفلوس اقول لك الفلوس تعال شو دخلك انت اعطيني الفلوس بس تصحين على توني بس تصحين على توني توني دواخري لا تصحين على توني لا هي ولية. توزع اقول لك راح اضرب انا راح اضرب انا شنو وليه 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 ها انا ما اضرب براي انا ما اضرب براي انا ما اضرب هذا مقلب 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 ياما مقلب اعطيني مجال اعطيني مجال سامحوني صفقه للشباب انا اسف لا انا اعتذر من شوف لزمتك لا اسف ارجع بعد طيبه وكحه ما كيتش وكحه انا بقيت خطيبك راح تدري اوف هاي الجائزه مش صعيبه جيب لي لا طيل 2000 طيني هاي الفلوس رجعت المن زينب زينب شنو هاي الوكاحه طبعا زينب الفلوس يلا تمام زينب طيها ان شاء الله الفلوس تجيب الذهب وتجيب كل شيء بنفسك المره هي ربها المره ربها ودينها هي الفلوس والرجال ما يسمع كلمه من المره ينكتب اسمع شبابنا عيني هاشتاك بهاي الحلقه خلي يسمعون كل الشباب شي خلصك ايش راح تسوي من تطلع هاي الحلقه انت امك داعيه عليك اوكي زينب الغاليه شفتوا ويانا بمقلبين المقلب الاول كانت تجربه اجتماعيه من يوم طيبه والمقلب الثاني هو انا سويته للفكاهه وللكوميديا ايهما احلى المقلب الاول ولا المقلب الثاني لا المقلب الثاني شفتي يا طيبه شفتي طيبه ولا لا شكرا للعفو للمزح وللكوميديا اذا اكو بعطيني هاي الهديه والله هاي الهدايا مو مقلب هاي هدايا حقيقيه هاي الهدايا مقدمه من عقيل العبودي الوكيل الحصري الشركة سامسونج الدورة ابو تشير تفضل هاي الهدايا لمن هاي الهدايا هاي لي اكيد مو له هو خطا يا لما يحفظكم حبيبي ما إلا شيء ينكتب عرف شاي هدايا جوز مقلب ليش خايف لا لا هدايا هدايا شكرا شكرا لك اخيتي العزيزة حابين الشاقه يا لا عاد لا استاذ اختم لا ننكتل الله عليك صار هسه راح اختم سؤال اخير سؤال اخير شو وقت تتزوجون بعد سنتين بعد سنتين اي يلا اوكي دقيقه خلينا نختم اعطيني مجال خلينا نختم اذا فاصل وراجع لكم مشاهدينا الكرام انتظرونا شفت شلون كان رد فعل زينب ويا خطيبها رعد وش قد تحبه وش قد تغار عليه كنا شوقنا واشتاقينا لقصص الحب شنو هذا الحب اللي بيناتهم شنو هاي الكيمياء اللي بيناتهم الله يحفظهم وان شاء الله يتزوجون وان شاء الله احنا نكون حاضرين بزواجهم هسه احنا شفنا امريه كبيره وياها 2 شباب قاعدين وحدهم وجاي يسولفون خلونا دزلهم طيبه واشوف شنو راح يصير وياها تفضل هذا شيء شنو حبيبي شو هذا شيء تفضل يا حبيبي بعدك زعلان مو من عندي زعلان زعلان مني انا اوكي اليوم جاي اراضيك حياتي ايش بيت بابا العالم شنو صار العالم عيون شنو يوم انا حبيبتي حبيبتي انا وين حبيبتي اقعد اقعد حبيبتي وين بابا روح اقعد 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 معلي بيك بابا شنو معلي حبيبتي شنو معلي
هاي سر تزوج وعنده اثنين بنات. لا انا تزوج؟ اي لا هو مو مطلق. عندي اثنين بنات ما مطلق. لا حبيبي انت قلت لي مطلق. انا قلت مطلق طبعا. شو وقت قاعد؟ حبيبي قلت خلينا نتفاهم لو نروح على غير مكان الفان. شنو شبيك؟ توكلي بالله توكلي. انا حبيبتي. حبيبتي منين وين اهلي؟ شنو حبيبتي انا؟ ما اعرفها. جايين من المحافظات جايين وساكنين. ما اعرفها بابا توكلي. اعرف كل زين هو قايل لي ترى. من العالم فضحتينا توكلي. فضحتك على شنو؟ حبيبتك وجايتك فضحتك على شنو؟ من وياك احل وفحل الجاي. خال غير هو مو عدنا وجايت له. ما اعرفه لا اعرفه لا. شنو اللعين؟ لعين لا تورطينا خالك. شنو ورطه؟ بعد شنو احنا لا نعرف شبيك بابا شبيك؟ دمشي افضحك هسه قدام العالم اذا اليوم. انا اعرفك عرفيني. طبعا غير حبيبتك انا. شنو عوفه حبيبتي انا يوم؟ شنو هم تخاف من امك؟ خالك شنو؟ هم تخاف من امك؟ حبيبتك انا شنو لازم؟ شنو حبيب؟ حبيبتك انا تنكرني؟ يعني واحد عوفه؟ عوفا عليك يا شنو شنو مثلا يضربني مثلا شنو ما طلعتنا شنو يضربني مثلا ما انا خلص هنا فينا شرك وما لا كلش لا شنو قتليني على شنو غير حبيبتي لا خالص حبيبتي وغصبا على الكل واليوم قعدت لك هنا انا اصلا حبيبي شنو ترى الف افضحك هسه قدام العالم زاد حس بابا زاد حس انت تضحك علي انت تضحك علي يوم حبيبتي هسه كرني ووالدتي تصيح وتحكي علي شكو طالعين اول يوم طالعين يعني الدهن ما جايين حبيبي حبيبي قعدت لك هنا انا اليوم تمام قعدت لك هنا انا قعدت لك هنا انت كم مره راحت عليها قبل عين عليك السيح انت ولا شاب وحلو تبيني بالعشاير والله متزوج متزوج اي يوم عادي شكو فيها شكو فيها واذا متزوج ما يضحك من العالم دميت العالم عليك في قابلية جاك تفل عليها خلي 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 وراها حياتي اذا متزوج واذا متزوج ترى عادي هواي متزوجين ويحبون حتى حبيبتي تجينا يعني تجينا احنا قاعدين برا اي هو قايل لي اي ما عندي شو كان مره الصور ملابس وجاي يشري ايش والله عيب عليه والله والله شوف اقول لك شغله اقول لك شغله لا دازلي ولا ابد عيب عليك عيب اسمك تمام شو العالم يا العالم تجينا تعلم العشاير شنو لا عمي لا عمي حبيبي حبيبي والله والله انا حبيبي اقول لك شغله يا بخليهم يلا ربي ربي علمني شلون الاصول انت ما تعرف تضحك على بنات العالم؟ انت وياها العالم انت وياها بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة انا حبيبتك تنكرني ما تقدر تنكرني ما تقدر واذا متزوج شنو اول مرة واحد متزوج ويحب يوم انا حبيبته وافضحكم يوم واخذيكم واذا ما اخذني غصبا عليك تجي تخطبني غصبا عليك طبعا مو وعد لعاد شنو لعاد شنو تضحك علي؟ متزوج علي؟ تكذب علي؟ لا 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 اصبر 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 بس اصبر اصبر معود حجيه السلام عليكم شلون الصحه مقلب شتو حجيه مساء الخير طولي مجال انا اسف ارجو المعذره ارجو المعذره حجيه شلون الصحه نانا هاي الكاميرا مساء الخير شلون الصحه حجيه تعبت متعب انا اسف شتو بيانا جدول قلبك حجيه شتو بيانا شباب اعطوني مجال سحر سحر بلا زحمه اعطيني مجال شباب باسم اعطيني مجال طيبه تفضل يمي بلا زحمه انتوا يعني بتجربه اجتماعيه حبينا نسوي هاي التجربه الاجتماعيه حتى نشوف شنو رد فعل الناس الله هلا مرحبا انا جايت انور ام انور همين الشكين بانور يعني يضربوا البنات بواري يصادق ويعوف البنات بس مو تجينا بهيش طريقه يعني تدخل علينا البنيه يعني فاجاتني بهالشيء زين ليش طيبه ليش المريه يعني الامراه العراقيه امهاتنا ما ينطن بولدهن حتى اذا هم غلطانين طبعاً. ليش سوى العدي والوقت صار هيك والله الوقت يعني. انور حبيبي تعال يا ابن بلا زحمه تعال انور تعال نامي انور عيني من جت طيبه عليك وقالت لك انت داز لي صور ايش قلتي لها صور مو كنت بعيد صاحبتك قلت لي قالت لك انا انت حبيبي وانا احبك شنو خطر ببالك صدفتي يعني شنو حبيبتك يعني بنية لا اعرفها لا شنو حبيبتك وانا رجال متزوج عندي اثنين بنات فكرت بشنو انه ارتكبوا عليك التمت علينا الناس يعني قلنا يجوز احد وراها احد اخوانه واقفين يعني احنا تفاجئنا يعني ارتبكنا مين
نعم يعني هاي انا بعقلي شيء ليش؟ ايه جايين استونا جديدين نازلين تغيرون جو؟ لا جديد نازلين. انا نزلت ببغداد؟ ايه. وين ببغداد؟ بالمشتل. بالمشتل. آه انور حبيبي شو ارجع واقول لك منطيتني اجابه صح، شنو خطر ببالك؟ عندك اعداء لو لا؟ لا ما عندي. ما عندك اعداء. شنو خطر ببالك من جيت طيبه عليك وقالت لك انت كنت حبيبي واكو بيناتنا صور، شنو دار ببالك؟ يعني ما دار شيء، انا قاعد وفجاه يعني انصدمت. يعني اخوك؟ هذا اخوي. شو اسمه؟ حسوني. حسوني. جيت طيبه سويت انت شنو كان رد فعلك؟ والله قالت لي انا حبيبتك. يعني ايه هو منصدم يعني. ايه انا رجال متزوج وعنده اثنين جهال. الله يحفظك انور. احنا المشكله لو بحسوني نصدق، بس انا ابد مو يمه. انور تعال هنا بلا زحمه. ام انور اليوم احنا عندنا رساله، هي تجربه اجتماعيه، هوايه عالم جاي تتعرض الى الابتزاز الالكتروني، هوايه بنات جاي يوقع بمشكله، الشاب هم اليوم جاي يوقع بمشكله، شو تحبين تقولين؟ شو تحبين توجهي الرسالة إلى الشباب إلى الشابات؟ شو تحبين تقولين؟ أنا تمشي بطريق عديل. أي. أيوه يعني اللي يثق بي. أي. همين مو أي واحد. اللي يثق بي يدي الصور ها؟ لا ما يدي الصور لا لا، يعني تثق بي يعني لا لا، صور لا لا غلط. لا حرام ولا عيب، حب بس بصدق ومشاعر يعني. الشباب ما تتأمن. للأسف يعني اللي سوى هذا الشيء اعتبره تبع عرضك، يعني عرضك هذا عرضك. تقبل واحد يسويه هي وابتزه او فشي. حياتنا لا جهاز الامن الوطني ولا وزاره صحيح. الداخليه. اذا شكرا لكم، اكو جائزه مقدمه لكم. تحبين الجوائز؟ الله والديك الله يسلمك. لا تحبين الجوائز؟ يقول تموت على الجوائز. تحبين الجوائز؟ اكو واحد ما يحب الجوائز. تحبين الفلوس ولا تحب؟ الفلوس الموجود الموجود الموجود. المصور يقول الفلوس هي تجيب الذهب. الفلوس ولا الذهب؟ لا بكيفك. ام انور بس ليش شفت لابسه كماوه من صار ليش السبع بس لا كورونا قبل لا ام انور قبل لا اروح فاصل واقول لكم شنو هي الجائزه، تحبين الفلوس لو الذهب؟ ذهب. الذهب. ام انور تحب الذهب، تحب الفلوس لو الذهب؟ الفلوس. اكو احنا الفلوس هذا يموت على الفلوس. مشاهدي الكرام خلينا ناخذ فاصل ونكمل وياكم شنو الهديه الضاميها البيت ابو انور. من جديد مشاهدين الكرام ويا بيت ابو انور. انور الغالي. اين استاذ؟ شلون الصحه؟ شلون الصحه؟ الله يسلمك. معنويات على الجائزه؟ نعم الحمد لله بخير. ام انور شنو معنوياتك على الجائزه؟ والله تحبين الجوائز ام انور؟ طبعا. يلا. شنو معنوياتك على الجائزه؟ تمام. اوكي. عندي سؤال اسالكم اياه، تجاوبون على السؤال تستلمون جائزه. ما تجاوبون على السؤال اقول لك في مال الله. نلتقي بالايام القادمه. اوكي؟ شو تقولون طيبه؟ اكيد تمام. يجاوب على السؤال بس احنا اكو هديه. نحاول من خسره نحاول. ان شاء الله. اوكي. شوفتكم ان شاء الله جائزه. شكرا لك يا غالي. بهاي الكيل بي كم اكو جوائز؟ اكو 10,000 دولار، اكو تليفونات ايفونات، اكو بصمه سياره، اكو بصمه سياره، اكو سند مال قطعه ارض ببغداد. قاعدين بيجار لو شنو؟ اي ايجار. ايجار، قاعده بيجار. اوكي كل شيء اكو، اكو ثلاجه، اكو مجمده. هسه نبلش بالسؤال، السؤال يقول الفنان الكبير كاظم الساهر الرافع راسنا بالوطن العربي، تحب تحب كاظم الساهر ولا لا؟ جواد طبعا المطرب المفضل. حجيه تحبين كاظم الساهر؟ سفير السفير العراقي. شو تقولين حجيه؟ شو تقولين لكاظم الساهر؟ احب اقول له تحيه اليك طيبه ان شاء الله رافع راسنا هو بين الدول. يلا ان شاء الله. شو تقول لكاظم الساهر؟ مغني رائع يعني. اوكي. الشعب العراقي. ايه. يعني انسان محترم. اوكي اوكي اوكي. كل الناس. شكرا لك. أوكي. السؤال يقول الفنان كاظم الساهر اول اغنية غناها بيوم عرسه. يا اغنية. صمون 10 بلي. شنو جاي تحش علينا شنو؟ الفنان كاظم الساهر. انت خريج شنو؟ انا ابتدائية. ابتدائية. اوكي. شو مخلص دراسة؟ سادس ادبي. ها؟ حلو. سادس ادبي. اوكي حلو. بعد اقدر اوكي، انت جاوب الصمون 10 بلف هاي سعدون الساعدي ما يصير. تحياتنا الى سعدون الساعدي. تحياتنا سعدون الساعدي. الفنان هذا الجيل يعني ما ملاحقنا على كاظم. لا هسه يعني انا اسمع كاظم الساهر. هسه انا اسمع كاظم الساهر. حافظه كل اغانيه طبعا. اوكي. حجيه سمعين كاظم الساهر؟ يعني مو كلش. يعني الفنان كاظم الساهر حجيه اي اغنيه غناها من اغانيه بيوم عرسه؟ ما
اعرف والله بس مال عبرت الشاط ما اعرف عبرت الشاط انا مو ديدي خليتك على راسي. اوكي اوكي خليني انطيكم الخيار الثاني. الخيار الثاني عندي جوائز شفتوها، كل جائزه عليها رقم. شايل فلوس؟ شايل. ايش قد ما تريد؟ يعني ثقيل ثقيل تمام ثقيل مبين ثقيل. شايل 100 دولار؟ شايل. 100,000 50,000؟ شايل. اوكي حلو، ادفع 100,000 واستلم اي رقم من هاي الجوائز. ماشي. اوكي؟ ماشي. شو خايف؟ لا خايف على شنو؟ والله وسخ دنيا. وسخ دنيا. اجيه راح تدفعون فلوس وان شاء الله تطلع لكم قطعه ارض، ان شاء الله تطلع دفتر، ان شاء الله تطلع سياره، اكو بصمه مال سياره طيبه؟ اي طبعا. اوكي. اوكي ايش تتوقعين؟ بلك السياره ان شاء الله. ان شاء الله. عندكم سياره؟ لا لا ما ان شاء الله تطلع سياره. يلا تفضل يمي، وين ساق السياره؟ تفضل يمي. يلا شو ساكت مغلس؟ لا مغلس شنو؟ ادفع 100 واستلم جائزه قيمه. شنو ذني عشرات؟ زين عندك ورق، وين الورق؟ وين بالله؟ يلا تقول الورق مو مالاته، تقول الورق مو مالاته، حتى تقول الورق مو مالاته طيبه. هي امك قالت الورق مو مالاته. تقول له تقول له مو مالاته مو مالاته الورق عيني. 50 60 70 80 90 100. هاي 100. اوكي يا رقم عندي من الواحد للعشره. واحد. ليش واحد؟ احب الواحد. رقم واحد مميز دائما مو؟ صحيح. اوكي يلا نزوله واحد بغداد. هاي الاغنيه مال سعد الساعدي، هواي متعلق بسعد الساعدي. نزوله هديه رقم واحد. يلا 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 هسه شلون بيهمكم اني؟ انتم نفسكم اهل الهديه، تسمعون الصفقه للهديه مالتكم. يلا افتحوا الهديه. هديه خلينا نسولف انا شوي، شو تتوقعين هاي الهديه؟ والله بعد هي حظي نصيب. يعني توقعاتك؟ والله والله بلك السياره قطعه ثروه. يلا طيب شو تتوقعين؟ ذهب. ذهب. طيب تقول ذهب، شو تقولين؟ بلك ذهب على الورق. ذهبات يمه وضميه. باع الولد. تبيعين منه. باع الولد متحمسين فتح الهديه. شوف مرعدوها. مرعدوها تقول مرعدوها الهديه. شنو هاي؟ مقص؟ جيب المقص بلا زحمه. جيب المقص بلا زحمه. الف الف الف. اه حبيبي. ماكشي ماكشي هو مقص مقص ماكشي هو مقص. الف 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 مبروك مقص. البيت ابو انور هذا مقص. لا لا صدق والله هي هاي الجائزه. لا جائزه بس انت حتى ما عندك شوارب كان قصتك. الشاقه تحب تمزح وياك طيب؟ لا تحب الشاقه وياك. لا استاذ توني هذا لا لا معطي 100,000 انا شنو هذا المقص. هي هي باء. شو اسمك انت؟ حسوني حبيبي. انا اختاريت لكم رقم واحد لو انتم. احنا اختارنا. من اختار رقم واحد؟ انا. من اختار رقم واحد؟ لا احنا. انا انطيتك بس انا انطيتك خيارات. قلت لك اكو خيارات واختار. انا عندي من رقم واحد الرقم 12 عندي تليفونات موجود. الباحة اطلع لها البنيه طيبه. لا ها الباحة مونيكا. اي طبعا الباحة بصمه بصمه مال مونيكا طلعت البنيه هنا صورنا الباحة نفس المكان. علي انا شنو 100,000 مطلع على المقص هسه حبيبي هذا المقص لك. رجع لي فلوسي. فلوس مال شنو؟ رجع لي فلوسي هديه. رجع لي فلوسي. لا رجع لي فلوسي ما جبرت. انا قلت لك تعال هاي اللعبه. انت قشمرتني انا ما قشمرت. انت اتفقت بس العدي حاط السياره وجايب لكم اغراض شنو؟ هي مفاجات. هي مفاجاه. تالي ما تالي هاي شنو لك لا يحترمون الولد ما يحترمون. هي مفاجأة. انا ما قلت لك. لا شنو ضايعك تعبيها. انت شو حكيت وياي؟ والله انا اتفائل برقم واحد. انا احب رقم واحد. بصراحه بالكيف برنامج وخلاص روحك وهاي. لا اسكت. فلوس مو لي يا حبيبي. لا لا شنو هاي؟ شنو فلوس مو لي؟ معطينا مقص. خلاص خلاص يلا خلاص يلا استاذ اختم الحلقه. يلا يلا نطرق. يلا اذن حلاق. شنو حبيبي؟ قلبك عليه حلاق. ايش بيه الحلاق عيني؟ حلاق ليش؟ حلاق ليش؟ لا تدفع فلوسي. لا تدفع. اعطيني فلوسي. وش بيه الحلاق؟ حلاق يومي 100. خليني 100 150 200 الحلاق. لا تدفع لا تدفع لا تدفع حبيبي لا تدفع. مو انا اللي خليت المقص. مو انا اللي قلت لك اختار هذه الجائزه. اعطيني المقص. اعطيني المقص بابا. يلا خلاص خلاص انتم خسرتوا. اريد المقص. اعطيني المقص. اعطيني فلوسي. يلا جيبوه. انا قلت لك فلوسي. انا قلت لك اختار. اعطيني فلوسي. حجيه 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 ان شاء الله قصر بالجنه لك. انا قلت لك اختار رقم واحد. لا عوف الحجيه. خلاص هو اختار. عم انا قلت لك اختار رقم واحد. نزل ايدك نزل ايدك من توني. نزل ايدك نزل ايدك. بعد تصريحه مالته مال قصة العتوي. نزل ايدك يلا ضحكوا له حبيبي. انا قلت لك
استعلمي يا خاطسنين. انا قلت لك انا قلت لك اختار رقم واحد. انا انطيتك سؤال منو ما يعرف كاظم الساهر؟ انا اول مره اشوف برنامج قفاص. انا قلت لك كاظم الساهر اول اغنيه غناها اليوم عرسه. معقوله ما عرفت اول اغنيه من هي؟ اقول لك بيها. خليني اقول لك بيها. لا 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 ابو ما تقول اختم الحلقه خلينا نطلع يلا ها هي يلا شو نسوي؟ يا حظك بعد عبرت الشط على مودك. سامع الاغنيه لو لا؟ وينك برنامج؟ سامع الاغنيه مال عبرت الشط على مودك؟ هي هاي لو مجاوبني بيها كان ربحت وياي. ما لا ما جاوبت بيها مستحيل. انت ايش قلتي؟ ما قلتي هاي عبرت الشط على مودك مستحيل. عبرت الشط على مودك اي والله قلت لك يا انا ما حافظه بس مال عبرت الشط. لا بابا ما قلتي لا قلتي انا قلتي لي عبرت الشط؟ قلت لي يا اغنيه قلت لك انا ما اعرف حتى قلتي لي انا ما اتابع كاظم الساهر. لا قلت لك ما اعرف بس عبرت الشط على مودك ما ادري هي مستحيل. قالت لي شطيبه عمي قالت لي بحظك وبختك قالت لي قالت لك غير كذاب هذا بقصه العتويه. انا هي والله ما ادري هي مو هي ما اعرف عبرت الشط هي قالت لي هي بس ما سمعت. لا طبعا لا 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 مقلب هذا مقلب هذا مقلب هذا ايش فيك هذا مقلب شنو هذا مقلب ثاني مقلب ثاني مقلب داخل ومقلب وبطن مقلب صارت توسع عليهم سمعوني الصفقه الانوار انوار تريد المقص لا سمعوني الصفقه لهم حجيه تعال حجيه تعال مو هي حجيه تعال تعال حجيه امي تعال حبيبي انا اسف من يمك شفتوا ويانا بمقلب. طبعا التجربه الاولى هي كانت رساله اجتماعيه اللي وجهناها من خلال المشهد اللي قدمته طيبه. بس التجربه الثانيه هو هذا هو هذا هذا مقلب هذا مقلب للفكاهه والضحكه والكوميديا وشويه نغير جو. انا اسف ارجو المعذره. شباب وين الفلوس شباب؟ الله والديكم الله يسلمك عيوني. موجوده الجائزه لا تخاف موجوده. بابا شوكم بابا جرى الفلوس فلوسي تعبي يقول تعبي فلوسي تعبي تعبي. شنو شغلك؟ انا سائق تاكسي. تعبك طيبه هاي 50 50 خلي ثاني مصرف نرجع بين ما عندنا بنزين صدق تقول ما عندنا بنزين. طبعا هاي 24 ساعه مخلصه بنزين والله ارد احكي اليوم ارد افضحها. طيب طيب بس تلعبنا شكرا لك يا ابو قص. هذا ب 10000 دولار ابو قصة العتوي. شلونك؟ هذا مقص سحري حبيبي. اسفين من يمك ارجو المعذره. شكرا لك. شكرا لام انوار وديك عيون الله يسلمك. لا ما سالتي شنو الهديه بالنهايه؟ وش ايش يطلع لنا نعم الله تقول ايش يطلع العمل الله. قلت لك هاي الهديه. عذرني يا ابو عصبت علي. شكرا لكم. هاي الهديه هاي الهدية مقدمة من شركة سامسونج الوكيل حصري بالعراق عقيل العبودي الدورة أبو تشير. هاي الهدية مقدمة من يمه. شكرا للبيت أبو أنور. شكرا لأم أنور. شكرا للأنور. شكرا أبو قصة العتوي. حسوني لأبو قصة العتوي أنا أسميه. ألف ألف مبروك الفائزين ويانا اليوم بهذه الحلقة. انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج هديتك من توني. أنا دائما أقول قبل لا يكون عندنا مقلب إحنا جايين نوجه تجربة ورسالة اجتماعية. في أمان الله.